بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، جميع الأمم في الأرض، هذا الجلوبال العظيم الذي جعله الله للإنسان، ما فيه أمة سواء أهل الجبال أو الذين يعيشون في السهول والصحاري، كلهم يعيشون حضارة هاجسهم الأول الأمن. والأمن لا يمكن أن يتأتى إلا بشيئين، ركني الأمن مهمين جدا، الإعلام والبريد. والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق جعل له إعلاما ينبئ عنه، وهو ذلك القلم، من الذرة إلى المجرة، ومن البذرة إلى الشجرة، ومن الفيروس إلى الحوت. كل هذه أقلام لله تنبئ عنه، ولكننا مهما عرفنا عن الله وما علمنا عنه لا ندري ماذا يريد منا، لا نعلم ما في نفسه سبحانه. لذلك يرسل بذلك رسول ويقول: ماذا أريد منكم؟ وهذا هو البريد. الملك سليمان عليه السلام رام كل ما حوله من الجند، إلا أنه قال: ما لي لا أرى الهدهد جناحيه، البريد والإعلام، وقد جاء هذا الهدهد بعرش ملكه وهديت به أمة أيضا. طبعا إذا كان الإعلام جزء مهم في أمن أي أمة، فإن الدراما هي الشطر المفاعل الحقيقي والمفاعل أيضا لأحاسيس الناس ودراسة أنفسهم. وتاريخ الدراما عميق، ليس حديث في البشرية. بدأت الدراما الحقيقة حينما جاء الأثينيون الأدباء ورأوا أن الغجر في أطراف المدن يؤثرون في الناس ويأخذون بألبابهم بما يعملون من حركات، فنقلوا هذا الأدب إلى قاع المدينة، ولكن بشروط: أن يتحدث عن الأمن، الموروث، المرجعية، المال. هذا التوجيه مما حدا بأديب مثل الشاعر سوفوكليس أن يكتب قصة مثل أوديبوس، تلك القصة الرائعة التي تمثل الهروب من القدر. لذلك استطاع هذا الأديب أن يأخذ هذه القصة ويضعها في قاع المدينة، وهنا تتكون سلسلة من رجال الأدب الذين يكتبون ما يريدونهم لا ما يريد الناس، لأن الناس دهماء ولها أهواء، ويجب أن لا توجه نفسها، بل يجب أن يكون هذا العامل المهم، هذا الخطاب الجماعي للناس، يجب أن لا يأتي صاحبه من الشارع، لا كاتبه ولا مخرجه ولا ممثله أيضا. يجب أن هناك قوانين، لأن هذا موجه للناس، يغير فيهم، يغير في أمنهم. ولا يبتعد أحد عن الدراما ويرى أنها أيضا من العيوب في أخلاق الناس أو في أدب الناس، لا، بل هي جزء من الدين. فالدراما شطر الدين، فهي بلاغ. فالقرآن مليء بالمثلات، وفي قصة جبريل عليه السلام في دخوله إلى مسجد النبي كان عليه الصلاة والسلام كان دخولا يبين على أن هذا الدخول يريد للصحابة أن يسترقوا السمع هذه المرة، لأنهم حاشاهم أن يدخل على النبي أحد ليستفتيه ويسترق السمع. ومن على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي يروي لنا بهذا السيناريو الرائع قصة دخول جبريل بالغرابة الأولى: غرابة الدخول، ثم غرابة الجلوس، ثم غرابة نداءه بنداء الأعراب: يا محمد، مما جعل الصحابة متحفزين لاستماع هذا الغريب الذي يسأل عن الدين فيقول: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. حاشا الرسول أن يكون فيه قصور، ولكن أيضا الدراما مرادفة للبلاغ المباشر ولها تأثير، وعلينا أن نحفظها من كل مكان، من الأدباء، من رجال الدين، يجب أن تكون في أيدي أمينة، لأنها إما هادية أو مضلة. عندنا العالم العربي بدأ في الدراما الحقيقة وتفعيلها في العشرينات،
من القرن التاسع عشر، من القرن العشرين. لقد بدأها بداية رائعة في فيلم زينب، ولكن استمر هذا القطاع في تقديم دراما رومانسية الحقيقة، لا نرى فيها مغامرات ولا رفعة للإنسان. تصور من عام 1927 إلى الآن إنتاج الدراما المصرية أكثر من 4 أفلام، هي الأرض، عودة الابن الضال، شيء من الخوف، ورأفة الهجان. كل هذه الأعمال نتاج كل مصر دراما كثيرة لا ترى فيها إلا بنت الباشا تبغى تتزوج فقير، أو ابن الباشا التاجر يبغى يتزوج فلاحة. هذه القصص انتهت، لكنها لا تزال أيضا دراما بائسة رومانسية لا ترى فيها إلا امرأة مطحونة أو عارية تبيع كل شيء. نريدها مهندسة، قاضية، محامية، لها شأن في هذا الكيان. يا أخي، من هو المسؤول؟ أهم الصحافة الذين يأكلون على موائد المنتجين، أم هم الكتاب الذين يكتبون من جمجمة فارغة كالهوة، يكتبون في رومانسية غارقوا فيها كالذباب في اللبن، لا يستطيعون الغوص ولا الطيران، ونسوا أن يقرأوا في كتاب شهرزاد هوامش لم تتلى على الملك، نسوا أنها بألف قصة رومانسية حولته من ملك غيور إلى ملك يزداد شبقا حينما تعاد له سيرته الأولى. يا إلهي، أرى هذا الملك الذي يستمع إلى الرواية وينام بالنهار ويسهر بالليل يسمع قصص، فأي أمن سيطاله إلا أن يدخلوا عليه ويشنقوه روحه تقول الرأي للرواية يا أمة الغاوين. قد يقول قائل ما بك على الرومانسية؟ أقول له تعال لنرى ماذا فعلت الرومانسية فينا في الجاهلية. كنا أمة قوية لا تنقصنا القوة ولا تنقصنا الكثرة، ولكن لساننا كان مملوء رومانسية وشعر في النساء، كل فارس له خدينة وكل حجر يضم حصاة يتغزل فيها. حاربنا من أجل فرس 40 عام، ومن أجل بعير 40 عام. لماذا؟ لأن تلك الرومانسية التي في رؤوسنا اختزلت لتكون عاطفة غير متزنة تجرنا إلى عنصرية، لو يرفع واحد علم لحقناه وما حد يسأل ليش. هذه الرومانسية خطيرة، مما جرأت كسرى أنوشروان أنه يطلب بنات النعمان الشريفات ويقول بالحرام. لماذا؟ لأنه قرأ من لسان العرب الرومانسي أن الشرف عند العرب ليس حقيقة وإن مجرد ترف. يا ويلي، هذه هي الرومانسية. ولما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وقذف في هذا العجل في اليم، فتحنا المشرق والمغرب، وحينما أحيينا ذلك العجل في الأندلس وأضحى التنائي بديلا من تدانينا، انطوينا كالحجر الجاف، لم نخلف للإسلام نبتة بل خلفنا عداء. هذه هي الرومانسية، وما تفعله الآن فينا تختلف. حينما كنا في أبي القاسم الشابي وأحمد شوقي وشعراء لهم كلمة، استطعنا أن نحدد خارطة العالم العربي الكبير، ونحن نتقمل خلف معاولنا. أيها السادة، إخوتي، الرومانسية بدأنا نغوص في الذل ولعن الذات حينما ظهر شاعرنا في الشام حافية القدمين ترقص في مدخل شريانه، وظهرت المرأة برومانسية جديدة تطلب المساواة برفع أسفلها وخفض أعلاها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأوجه هذا كلامي إلى الأدباء والكتاب، الشعراء، الصحفيين، وأصحاب القرار في أهداف الإعلام. فالإعلام هدف، إن لم نحفظه فالويل لنا، وويل لأمة يصنع فنها غرباء. يسأل سائل، لماذا الإنسان دائما يبحث عن العلم الخارج إطار الكتب، ولكنه كسول أنه يتحرك ويجي ويسأل، مع أن الأشياء قريبة جدا. مثلا أنا دائما أنادي إن الإنسان يجب أن يقرأ بقلم الله، من الذرة إلى المجرة، ومن البذرة إلى الشجرة، ومن الفيروس إلى الحوت. تعالوا شوفوا الثلاث هذه،
حينما أرى النار يقول الله في القرآن أفرأيتم النار التي تورون، هل تكون صفحة بيضة؟ لا لا لا، نقرأ الآية اللي بعدها، سأدقق في أفرأيتم النار التي تورون وأسأل تلك النار ماذا فيها. صدقوني سألتها مرة سؤال، قلت ماذا يقول الله فيك أيها النار أفرأيتم النار التي تورون؟ قالت لي ألست أنس ذاكرة؟ قلت بلى، أني سفي موسى في مكان لا يؤنس فيه لأحد. قلت هذا رائع جدا. قالت لي ألست نذر آخرة؟ من لا تنذره النار لا ينذره أحد. وكنت قد هممت كالعادة أن أبصق، قالت لي لا تبصق، ما دمت سألت لا تبصق. ألست طهو طعم؟ وهذه من صفات الرسول. ألست دفء جسم؟ وهذا من إيواء الرسول. ألست إلانة غرض؟ وهذا من رحمة الرسول. ألست شفاء مرض؟ وهو من حرص الرسول، أخرجكم من الظلمات إلى النور. قلت بلى والله. قالت هذه صفة الرسل، أنا بشير ونذير فانتبه. قلت هذا يفهمه العابر أيها النار. قالت إذا كان له سمعا وبصرا وفؤادا شاكر. قلت أريد ما لا أبصر. قالت هذا سر. قلت وأنا خلقت من جدل، لي سمعا وبصرا وقلبا يجادل فيما يرى ويسمع، وأريد أن أعرف هذا السر. قالت لي أغلق النافذة. وذهبت بسذاجة الحواري وأغلقت النافذة ثم جلست إليها، أحب هذا السر، أريد أن أعرف. قلت أغلقت النافذة. قالت لي قلت لك هذا سر. قلت وقد أغلقت النافذة. قالت أغلق الباب. هنا تحولت من حواري إلى معلم فلي عقل، وقلت لا يا امرأة العزيز، أنا لست يوسف وليس لي قميص يقد، ماذا تريدين؟ قالت وماذا يضير؟ قلت أموت. قالت رأيت يا ابن آدم أن حياتك بين لص لا يمل وقاض لا يمل وخصم لا يمل. قلت أوضحي. قالت في هذا الجذر الذي توريه كربون، وحينما توريني تطلق ذلك الكربون ويسرق من حياتك اثنتين الأكسجين، وإلا هذا ليس مهم لحياتك، أغلق فمك قليلا لترى. قلت لا 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 فهمت. قالت من يرد لك ضالتك؟ أليست الشجرة؟ تمسك بذلك اللص وتسجنه في جذرها وتطلق ما سلب منك، ثم تقطع ذلك الجذر وتوريني، وهكذا تستمر حياتك بين لص لا يمل وقاض لا يمل وخصم لا يمل، فانظر أين تضع حياتك، أم مع اللص أم مع القاضي أم في الأوارين يا هويرين. ثلاثة لا يأتون إلى الدراما من الشارع، أولهم المخرج. المخرج ذلك الذي لا يرى الإخراج كرسي وشد شعر ونهي وأمر وبلطجة وشوفينية، ذلك يختلف. ذلك المخرج الذي جاء من محمصة البن حيث شجرة الفن تثمر أحلاما لا يجنيها إلا أولو العزم من رجال الأدب الذين يقرؤون بقلم الله من الذرة إلى المجرة ومن البذرة إلى الشجرة ومن الفيروس إلى الحوت، ويقولون لكل مكب على كتبه انهض انهض اترك كتبك أو يحدودب ظهرك، فالكتاب عناء رتيب، اخرج أطلق بصرك، اقرأ في قلب الله الأسمى، شمس تشرق خلف الأكمى تدفئ الاسمى تلثم ظهرك فيه، من روث عولج في بطن البقرة تولد زهرة، ألوان تيه تتورد بالطيب، تقرأها حشرة اقرأها إن كنت لبيب، طير غرد والغصن رطيب يلقي حكمة بالغة هي حكمه، لعمرك أبلغ من ألف ألف
ألف خطيب. أيها الرجل الطاعن في سن الرسالة، تتلو ترانيم حب للحياة من سفر الجمال. أمضيت حينا من الدهر مسافرا، دربك البحر تمخر عبابه مجافيا درب اليباب. تعرج روحك المتصوفة إلى سماوات ربها، تمعن النظر إلى مراده لتسبر أغوار أرواح المعاني، مقسم بذات الغور أشكالها. تغذ السير إلى مبتغاك، ومعك عصاك تهش بها على وصبك ونصبك. اتخذت ركن غربتك الشديد لتأوي إليه متبتلا، محرابك ملكوت الله الواسع الفسيح، وشعائرك تدبر آياته العظام. ملأت كأس عمرك بروح تتدفق إيمانا بما تعتقد، وملأتنا حين اتخذت تجاعيد السنين في وجهك فجاجا بالأسئلة. لله أنت يا قامة تطاول الشمخ الأنواف، ما أعرفك حين يممت وجهك لحضور الغياب.